إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نجدد الترحيب بحضراتكم في المباراة التي يظهر فيها أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد على دكة بدلاء فريق الاتفاق في مواجهة لويس كاسترو في واحدة من المباريات التي تتجدد بين الطرفين بعد مباراتين سابقتين في هذا الموسم. كانت في اللقاء الأول خضراء اللون بفوز الاتفاق في افتتاحية الأسبوع الأرض، والحديث عن الدقيقة العاشرة كرة تصل إلى ساديو، وصلت بعد ذلك إلى تيريز، لكن الكرة أيضا بتتخلص والصافرة وخطأ في اللقطة الماضية للاعب محمد دبلي للتهديف، لكن قبل ذلك قد يظهر الهداف طريق إمريك لابورت بيرسل كرة طويلة وعالية يحاول فيها تيريز، لكن هناك السقوط، هناك خطأ، خطأ لمصلحة النصر في الدقائق هذا المكان. كريستيانو يتقدم قوي، الله هذا المكان كريستيانو يتقدم قوي، الله حرر إلى أوتافيو في مكان طوفانو، الله لكن لا تصل تنس، العرضية قد تأتي لكن الرأسية لم تأتي، أوتافيو أوتافيو والتبرير، الله ساديو لو استلم، ساديو صوب الكرة بتضيع، الفرصة بتروح يا ساديو، لسه رافعين، لسه ما نزلوه، لسه ما نزلوه، طيب عشانه، شوف اللقطة، شوف شفت عن طريق محمد إلى هندرسون وكرات طويلة، الكرة تسقط ولكن الكرة أيضا بتتخلص. عدد جماهيره كثيرا في هذا الموسم بالتعاقدات بالأسماء، كرة صارت مرتدة، صارت مرتدة، صارت مرتدة يا موسى، يا دبلي هل تعود اليوم؟ مستحيل يا موسى، الكرة يتصدى لها نواف في لقطة قد تندم عليها كثيرا يا موسى، من لقطة ساديو، الكرة بترجع من جديد والكرة وصلت من بعيد، ساديو استلم، ساديو حدا لكن أخذ، الله يتقدم سلطان عرضية، لم تزال تغيير الاتجاه، كريستيانو ما زالت، الله على التمريرة، فوفانا لقطة الماضي المدافع يظهر في التوقيت، صارت مرتدة، مباراة بادية سريعة لكن بفرص ضائعة، النصر أهدر كرتين أو ثلاثة، الاتفاق أهدر هدفا محققا عن طريقك، تنفيذ في اللقطة الماضية والكرة تعود بعد ذلك، احتجاج من قبل الجماهير والكرة ترجع عن طريق الخطيب بين الخطوط، كرة للاتفاق في نالدوم، موسى دبلي لابورت أولا، الله على كرة ضاعت، لكن هناك راية وتسلل قبل ذلك في اللقطة الماضية. شوف هنا بخبر جيد أن آخر 33 مباراة بينهم في الدوري لم تنتهي منهم أي مباراة بنتيجة سلبية، ولذلك من فترة طويلة إلى بروزو، ممكن هناك، ممكن هناك، الله يا بروزو، وصلت إلى الغناب، استلام، عرضية لكن أطول من اللازم، الكرة بتتحول إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، كريستيانو اللي مرر لكن الكرة بتتخلص، عادت من جديد قبل أن تصل إلى حامد، ساديو ماني بيرسل الكرة إلى تيريز، عدى تيريز، حاول حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب والكرة بتتخلص، موسى دبلي وحيدا في الكرات المرتدة، ستكون الأمور صعبة، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب كوايسر، بحاجة إلى مساندة أكبر من جانب فينالدوم. شوف هذا، الكرة بترجع مرة أخرى عن طريق البديل حامد، وصلت إلى هندرسون، شوف هندرسون والكرة الآن خلف المدافع، لكن كاسترو وهذا ستيفن جيرارد، ماذا تدون يا ستيفن جيرارد في بداية أو في منتصف شوط المباراة الأول؟ موسى دبلي يحتاجونك اليوم أكثر من أي يوم يا موسى، إلى أليكس تيريز يحاول فيها أقصى اليسار، شوف المنظر، شوف المشهد، الألعاب النارية تأتي والكرة بتصل بعد ذلك إلى كريستيانو، كريستيانو حدا عرّب لكن الكرة ستصل إلى حارس المرمى في اللقطة الماضية. الآن المشهد يأتي، الآن اللعب يتقدم، قدموا مشهدا ولوحة رائعة جدا في شوط المباراة الأول، كرة بتصل إلى موسى دبلي، الخطأ على موسى دبلي، جيرارد والكرة بترجع مرة أخرى ولكن النصر ما زال يحاول، كريستيانو إلى تيريز، عرضية يحاول تيريزكا ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى، عادت بالأقدام اليسرى، أوتافيو إلى ساديو، إلى أوتافيو، إلى كريستيانو، تصويبة على الطاير كانت من الدون،
كانت من صاحب الخمسين هدف في هذا العام. مبابي وصل إلى 52 هدف ولكن لم تعد له مباريات. هالاند ما زال أكثر من نصف المهمة. الكرة بترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب فوفانا، بيرسل الكرة إلى السلطان، ممكن العرضية رأسية. الله يا كريستيانو يا كريستيانو، كادت ولكن حارس المرمى في نفس المكان. شوف العرضية اللي تقول له سجل لي، هنا الارتقاء، هنا كريستيانو. لابورت بيرسل الكرة في مكان إلى تيليس، تيليس في نص الملعب، حاول المرور إلى كريستيانو، كرة عرضية. الله، كريستيانو يريد واحدة من هذه العرضيات، أرسل له كرة ولكن تنسك إلى خارج الملعب. شايف لويس كاسترو الذي ما زال يطالبهم بالتقدم. في دفاع الاتفاق جوردان هندرسون بيلعب له كرة والكرة بترجع باتجاه حارس المرمى. يومها فيكتور سجل وحمد الدبيخي وأحمد خليل وحسام الحسن، لكن ساديو حتى ساديو مر، هذا ساديو هذا ساديو. الآن العرضية في هذه المباراة، الكرة بترجع عن طريق تيليس، كريستيانو يطلب الكرة، ساديو يتحرك، تيليس كخذ مكان. العرضية العرضية العرضية، لكن تعدي لكن تعدي، وصلت. يا سلام يا سلام، الكرة بعد ذلك من بروزو، عادت بعد ذلك في مكان إلى السلطان، عرضية، المتابعة مستمرة، تيليس على الطاير، مستحيل يا رب. هدف للجولة يا تيليس، ليس هناك أجمل من مدافع يمنع الأهداف إلا مدافع يسجلها. هذه الأهداف وإلا فنا يا تيليس، هذه الأهداف وإلا فنا يا تيليس. ليس هناك أجمل من مدافع يمنع الأهداف إلا مدافع يسجلها. عند هدف عن طريق تيليس، تيليس بيرسل الكرة إلى كريستيانو، يتحرك كريستيانو، يحاول المرور، يحاول الآن، ما زالت الكرة مع عدة، لكن الكرة تصطدم. تشاهد خمسة لاعبين في منطقة الجزاء، كرة عرضية رأسية، أراد أن يسجلها من؟ هل هو الغنام؟ في اللقطة الماضية من اللازمي؟ كرة بترجع لام من جديد، خطف 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 فوفانا، وصلت إلى كريستيانو، إلى ساديو، لكن الكرة بعد ذلك خطف. شوف بروزو، شوف بروزو بيلعب لك كرة في مكان إلى ساديو، ساديو يتقدم، يبحث عن مساحة، ممكن يعدي، ممكن يصنعها في مكان تلسكو. الله، 80 يومها ماجد عبد الله سجل هدفين في تلك المباراة، يومها درويش وعبد الله عبد ربه، يومها أيضا للاتفاق سجل جمال، سجل يوسف تار. البحث الآن من حامد إلى موسى بين الخطوط، والكرة تصل ولكن بروزو، هناك راية، هناك راية، والسلامات إن شاء الله لموسى دمبلي اللي طايح لأرضية الملعب. حكم المباراة يوقف اللعب، مصر عبر هذه الجهة، لعب على لاعب يتقدم، بيرسل كرة عرضية إلى تنسكا، لكن وصلت الآن إلى السلطان، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود مرة أخرى من جديد الكرة بعد ذلك إلى اللاعب الواضح في الصورة ديرسون تنسكا. بيلعب الكرة إلى ساديو، ساديو استلم، ساديو اخترب، ساديو توغل، لكن شايف المدافع. هذه اللقطة فيها خطأ على ساديو، والكرة فيها، هذا ساديو ماني. كما ذكرت وقف التهديف في الدوري، مستمر أهدافه في كأس الملك. إلى السلطان، لعب على لاعب، عادت إلى أوتافيو، شوف النقلات. الله الله، يا سلام، عرضية لكن لا تكتمل، يجد النصر حلولا لفك. تقدم إلى موسى دبلي، لاعب على لاعبين، يحاول المرور، حتى توغل، حاول، مرر. الله، على الكرة ضاعت، على فرصة من أمام المرمى، ما اخطر الكرة يا دبلي، ما اخطر الفرصة. في اللقطة الماضية الكرة تعود من جديد باتجاه الخطيب، يحاول فيها، يرسل الكرة إلى هندرسون، اقترب الاتفاق، اقترب الاتفاق، هندرسون في الجهة اليمنى ولكن ساديو في التغطية، والكرة بتتحول إلى صافرة وخطأ. شوط ثاني مشاهدينا متابعينا، إثارة كبيرة، شايفونا الاشتباك بين اللاعبين، وشايفونا ساديو ماني في اللقطة فعل، وهذه قد تكون مطالب بردة فعل، وهذه قد تكون. الخطيب عدى، عرض ولكن تأخر، كان ممكن أن يسدد في الفرصة الأولى، لماذا تأخر؟
بيرسل كرة عرضية وعالية رأسية، الكرة تسقط الآن وصلت إلى كريستيانو، ما زالت المحاولة قائمة ولكن الكرة أيضا بتتحول إلى خارج الملعب في اللقطة الماضية، ضربة مرمى يشير إليها حكم المباراة. كريستيانو عادت إلى برونزو، الله كل شيء يبدأ منك ويمر خلالك وقد ينتهي بك أيضا. برونزو يسجل أول أهدافه في الدربي والمباراة في قفة برونزو، كرة تعود، كرة يصنعها بنفسه أولا، كريستيانو بينزلها، برونزو ينهيها أولا. في المدرج الآن كرة عرضية من دانيس كاب في مكان إلى الجهة اليسرى، الكرة بتصل في مكان انطلاقة من ساديو، ساديو والمساحة، كريستيانو يطلب الكرة، المدافع كاد أن يسجل في مرماه، كاد أن يقوم بالمهمة يدفع، خلص ما عدا لكن تعود، لكن تصل، لكن تبرير الله. لعب على لاعب، لعب على اثنين، ساديو عدى الله المرور إلى كريستيانو، مستحيل كريستيانو. بعد مجهود انظر إلى حسرته وكأنه يهدر أول أهدافه، شوف اللقطة، لكن ساديو ماني في الجانب الآخر الآن بيعديها إلى تونس، عرضها، يسقط كريستيانو، يفقد توازنه والكرة في اللقطة الماضية بتضيع، تعود من جديد الآن في الصافرة والخطأ، إنه الآن يرد للجماهير بهذه اللقطة، عدى 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 الله على هذه الكرة، يا ساديو لماذا لم تكتمل؟ في اللقطة الماضية كادت بأن تكون هدفين، الكنترول أولا، المرور والإنهاء ثانيا، لكنها ضاعت، كدت أن في العودة والتسجيل، الآن نشاهد يتقدم كريستيانو، يتقدم الله، لم ينتهي العام، ما زالت هناك أهداف وأحلام، لم ينتهي العام، ما زالت هناك أرقام بالنسبة لكريستيانو وأيام. هذه اللقطة، هذه اللعبة، يتقدم تاليسكا، يتقدم بيلعب لكرة، الله 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 الله، تحرك المرمى صدقني يا تاليسكا، شوف الكرة إلى فينالدوم، ممكن العرضية، عرضية تصل والاتفاق يصل، والاتفاق يقلص الفارق، والاتفاق يسجل عن طريق من يسجل عن طريقه دائما، حتى وإن خسروا هناك هدف للكويكبي، هذه مباراة